فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أكل الضبع مع أنه يأكل الجيف؟ الضبع ها؟ هل يجوز أكل الضبع مع أنه يأكل الجيف؟ نعم، يؤكل الضبع في الحديث الصحيح أنه من الصيد يؤكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح إذا كنت تكره ولا تأكله؟ الرسول ما أكل الضب مع أنه مباح، لأنه ما هم من عادته، ما هم من عادة أهل الحجاز يأكلون، هذا يتبع العادة. إذا كنت تكره الشيء وله مباح ما تأكله. نعم.